قضيتي والجريمة التي ارتكبت بحقي تمثل كل مظلوم انتهكت حقوقه واتهم بقضية لا علاقة له بها وتمت محاكمته بمحاكم شكلية وقد حكم علي بالإعدام وسيتم قتلي قتلا خارج القانون صفحة ولكن سوداء ضمن جديدة القانون. تضاف إلى سجل آل خليفة الإجرامي في البحرين. محكمة خليفية تؤيد حكما بإعدام الناشطين البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى. حكم جاء مخالفا للتوقعات. رحت المحكمة كنت أتوقع البراءة لهم بس انصدمت اليوم بتأييد الحكم الإعدامي. فذات المحكمة ألغت حكما سابقا بإعدامهما بسبب انتزاع اعترافات منهما بالتعذيب. بعد أن تقرر تثبيت حكم الإعدام على ضحايا، أقرت وحدة التحقيق الخاصة وجود أدلة تثبت تعرضهم للتعذيب، وعلى هذا الأساس تم إعادة محاكمتهم، وكنا نأمل خلال إعادة المحاكمة إلغاء عقوبة الإعدام ضدهم، ولكن للأسف لم ينظر للأدلة على أنها دليل يثبت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب. كما وأن قضيتهما أثارت اهتمام المجتمع الدولي من هيئات ومنظمات حقوقية ومؤسسات سياسية من بينها البرلمان البريطاني. وأما في الداخل فإن إطلاق النظام سراح بعض سجناء الرأي بعث تفاؤلا في نفوس البعض بإلغاء أحكام الإعدام، لكن النظام كشف مرة أخرى عن وجهه الإجرامي واستهانته بأرواح أهل البلاد الأصليين. عاش حياة مظلوم في البلد، لا صارت خطوبة عنده وتزوج ولا شيء، ولا حصل له عمل يشيله، يعني مشي حاله ما عنده عمل، وتاليها حكم. لم يكن حكما بتأييد إعدام شابين فحسب، بل قرار من النظام بالاستمرار في سياساته بإبادة البحرانيين سواء بالأحكام الجائرة أو بإسقاط الجنسية أو بالتضييق الاقتصادي. النظام الخليفي اليوم يبعث رسالة مجددا إلى الذين يستجدون الخليفيين بأنني مستمر بذبح أبنائكم وأحكام أبنائكم وسجن أبنائكم وسجن رموزكم، سوف أستمر. والمحكمة الخليفية اليوم أكدت حكم الإعدام على الشابين محمد رمضان وحسين موسى. قرار آخر لخطف أرواح نفوس بريئة يتحمل وزره الحاكم الخليفي ومن مده بالسلاح والغطاء السياسي. ما يجري علينا هو جريمة، ليس البحرين من يتحمل مسؤوليتها فقط، بل يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية كل من حكومة بريطانيا والإدارة الأمريكية.